قصة إخبارية مفصلة من التلفزيونية الجزائرية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: تخصصات مستحدثة وتكوين نوعي يستقطب الشباب بولايتي معسكر والجلفة، تماشيا وسوق العمل والتحولات الرقمية المحققة. والقطب الجامعي الجديد بسدهراس طفرة نوعية تضمنها الهياكل والتخصصات الجديدة. في الذكرى 49 للوحدة الوطنية، القضية الصحراوية تكسب المزيد من الدعم والمساندة على الساحة الدولية. وفي منتدى الشباب الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي بإسبانيا، مرافعات من أجل نصرة القضية العادلة. وبالمغرب، وضع اجتماعي يزداد تأزما في ظل فساد وتغول النظام المخزني القائم اقتصاده على ريع المخدرات. مئات الشهداء والمصابين في مجازر صهيونية وحشية بقطاع غزة، والاحتلال الصهيوني يصاعد من وتيرة عدوانه على لبنان باستهداف بيروت وقرى وبلدات الجنوب. البداية من ولاية باتنا التي حققت الريادة في إنتاج فاكهة التفاح، تراهن اليوم على رفع المردودية وتوسيع المساحات المغروسة في ظل ما توفره الدولة من مرافقة وإمكانات. والصالون الوطني الأول للتفاح الذي يشهد مشاركة ما يزيد عن 50 عارضا من ولايتي باتنا وخنشلة، سانحة لإبراز فرص الاستثمار الهائلة بالولاية. يونس لكحلديب. لو تحدثنا عن ألوان التفاح فهي كثيرة، أما أنواعه فتزيد عن 20 نوعا، كلها تزرع هنا بولاية باتنا وحاضرة في الصالون الوطني الأول للتفاح. إبراز القدرات الهائلة للولاية باتنا من ناحية إنتاج التفاح، التي تعتبر الولاية الرائدة المرتبة الأولى على مستوى الوطن لمنتوج أكثر من 1,600,000 قنطار. والولاية تاعنا راهي كل عام عندها غراسة جديدة، يعني الاستثمار راه في توسع. التحدي اللي ربما اللي يهزوا الفلاح، لانه شجرة في 5 سنوات باش تعطي المنتوج، يرفع التحدي بتوفيره لهاته المادة وهاته الفاكهة بمرافقة الدولة وبتوفيرها ايضا الامكانيات، بالخصوص الشبكة لونتيغرال يكون في متناول جميع الناس. ونطمئن المواطنين باللي الاسعار، يعني لما كانت شنا مرتفعه بصراحه تكون هابطه ان شاء الله في المستقبل، على من 2025 2026 راح يستهلك كل المواطنين التفاح بسعر معقول. ولاية باتنا التي حققت كمية إنتاج زادت عن 1,600,000 قنطار، تسعى إلى زيادة الكمية وتحسين الأنواع لتحقيق الاكتفاء الذاتي وولوج الأسواق الخارجية. حاربنا المضاربة، وين الحمد لله اليوم مازال موجود المنتوج نتاع السنه الماضيه في المخازن، وتم التحكم في السوق من ناحيه الاسعار، من ناحيه لا ديسبونيبيليتي، يعني الامكانيات الموجوده. واليوم لاحظنا باللي المناطق الجبليه المرتفعه كان فيها انتاج كبير من حيث الكميه ومن حيث الجوده ومن حيث ايضا الوزن، وين وصلت الحبه نتاع التفاح حتى الآن كيلوغرام. عيد جديد للفلاحة في الأوراس من شأنه دعم المستثمرين والمنتجين لبذل المزيد من أجل تحقيق أمن غذائي شامل. في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وقصد جعل الجامعة قاطرة للتنمية المحلية المستدامة، حركية كبيرة تشهدها الجامعة وطفرة نوعية في ميدان المرافق البيداغوجية والبحثية. وصناعة السيارات تخصص مستحدث بالمدرسة التقنية متعددة التقنيات موريس أودان بوهران، الذي يواكب من خلاله رؤية الدولة في تجسيد صناعة ميكانيكية حقيقية بكفاءة وطنية. نوال اسماعيل فراجي.
صناعة السيارات تخصص جديد يكتسي أهمية كبرى تتدعم به الجامعة الجزائرية في خطوة منها لمواكبة المحيط الاقتصادي للبلاد. فبقسم الهندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات موريس فودا بواران، ورشات ومخابر متخصصة تلقن الطلبة أبجديات الصناعة الميكانيكية. على مستوى الورشة غادي يكون عندك فرصة باش تشوف البارتي الحقيقية من مهنة مهندس، تقدر تمانيبيلي لي ماشين، تعرف لي لو جارغون سيونتيفيك تاع لي ماشين، استادير ما تعرف شاك بياس كيفاش تخدم بها، وهذه اللي هي اللي غادي تسيبها في الاندستري. في المخبر كيما راكي تشوف في التجربه هذه، هي تجربه من خلالها نتعلموا كيفاش نستخلصوا البنزين من مواد كنفايات اللي تكون ديما متاحه، كنفايات المنزليه، بقايا الحيوانيه. كيما في التجربه هذه نستخدموا الزيت من بقايا شركة تونة. فالجامعة أضحت تشكل أرضية خصبة توفر تكوينا أكاديميا يشرف عليه أساتذة متخصصون يتماشى ومسعى الدولة لتحقيق اقتصاد قوي. على مستوى الورشة طالب هنا يدي المبادئ الأساسية في التفريز والخراطة والتلحيم وحتى لماشينا كومون نيميريك، صدر تكنولوجيا جديدة. نحاول تكوين الطلبة و تلقينهم على كيفية تحويل الزيوت المستعملة حيث تحول إلى بنزين، ثم يتم من بعد ذلك تغذية الآلات الحرارية مثل محركات السيارات بهذا البنزين. مدرسة متعددة التقنيات تواكب الحدث وترافق في التكوين بالنسبة للشركات من أجل تكوين الإطارات الغد من حيث مجال الشغل ومن حيث توفير يد عاملة كفأة من أجل الاندماج إلى عالم الاقتصاد. هو تحول مدروس ضمن رؤية استراتيجية لتجسيد آفاق مستقبلية واعدة لصناعة ميكانيكية محلية حقيقية. وبعد استلامها لهياكل جديدة تضم 8000 مقعد بداغوجي، تضمن جامعة محمد الشريف مساعدية بسوغهراس التكوين النوعي في تخصصات مستحدثة، مما يسمح باستقطاب الباحثين والطلبة على حد سواء. محمد زمولي. مرافق جديدة وعصرية استلمتها جامعة محمد شريف مساعدية بولاية سوقهراس، قطب جامعي قوامه 8000 مقعد دخل الخدمة بكل مرافقه وتجهيزاته لتتعزز خارطة التعليم العالي والبحث العلمي بهذه التحفة المعمارية. كانت خلال سنوات كثيرة أنهم يبعثوا الطلبة إما للجامعة في عنابة ولا في تبسة، كذلك يعني بدأت أنه كاين طلبة أخرين يجي يقروا عنا إحنا من خارج الولاية. تم استقبال حاليا 5000 مقعد بداغوجي يضم كليتين، ونحن بانتظار في الأيام القادمة استقبال 3000 مقعد بداغوجي لصالح كلية ثالثة، حيث أنه تم نقل الطلبة والأساتذة من مرفق قديم. القطب الجامعي العصري والجديد سمح بفتح 17 تخصصا جديدا كملحقات الطب والمخابر المتنوعة والنوادي العلمية المتخصصة، إضافة لانفتاح الجامعة على الحياة الاقتصادية. تم تدعيم جامعة محمد الشريف مساعدية بقطب جامعي جديد حمل 8000 مقعد بداغوجي، أكيد ساهم في تحسين ظروف الدراسة، وكذلك الجامعة شهدت نقلة نوعية في تعميم اللغة الإنجليزية خاصة مع مركز مكثف للغات. تطور ملحوظ وتحسن ملحوظ من جميع النواحي، سواء في إضافة تخصصات جديدة أو ملحقة الطب، هي زيادة للجامعة وللولاية. فتحت المجال أمام الطلبة للنوادي الجامعية من أجل اكتشاف مواهبهم، ولعل أبرزها فضاء الطالب الذي يدعم المؤسسات الناشئة. وتم فتح 12 قسم جديد، أيضا 17 تخصص بالإضافة إلى ملحقة الطب. أيضا في الجانب التأطيري منذ العام الماضي إلى هذه السنة استفادت الجامعة من 156 منصب
تأطير خاص بالأساتذة، تبقى لتوجيهات الوصاية وأيضا توجيهات الجهات العليا للبلاد. أصبحت الجامعة الآن مندمجة بشكل كبير جدا مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي. هذا وقد تمت رقمنة الجامعة بشكل كامل، وبفضل منصاتها الرقمية تم دعم مرئيتها على مستوى الفضاء الأزرق. وضمن هذا النسق تعد مراكز تكوين وتعليم المهنيين خزانا حقيقيا للطاقات الشبانية المؤهلة التي تلعب دورا أساسيا في إعداد الشباب وتزويدهم بالمهارات التقنية والمهنية التي يحتاجونها لدخول سوق العمل ودعم قاطرة الاقتصاد الوطني بيد عاملة مؤهلة. العينة في النشرة من مراكز التكوين بولاية الجلفة مع محمد شوقي بونيف. بهدف تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المتنامية بالبلاد خاصة بالجنوب، بعد انطلاق مشاريع استراتيجية هامة كتوسيع شبكة السكك الحديدية والاهتمام بالطاقات المتجددة، فهذه التخصصات كانت محل اهتمام الطلبة بمراكز التكوين المهني والتمهين بولاية الجلفة. قريت أنا الطبوغرافيا، قريتها في الجامعة، كانت نظرية فقط وحبيت نكمل تطبيقي. درت الاختصاص في تكوين تقنية طبوغرافي، وبعد زدت تقنية طبوغرافي سام. والطبوغرافي هو العنصر الأساسي في المشاريع. نشفنا الجزائر هذاك مثلا في السكك الحديد، الطرقات، المنجم هذا تاع غارج بيلات هذا، قلنا إن شاء الله كاينة فرص في هذا المجال إن شاء الله. احنا نهتموا أن ندرسوا الطاقة الشمسية كيفاه نخزنوها، كيفاه تخرج، كيفاه تنتج، كيفاه جميع المراحل تاع استخراج طاقة شمسية. وبثاني عندنا هنا كيما لامورات هذون تتم بدراسة كيما هذه، عندك تنتبه لمستوى المياه، تدرس المراحل تاع استخراج الكهرباء، كاع تينا درسناهم حنايا في المجال هذا. تكوين نوعي ببرامج تعمل على تأهيل جيل جديد من اليد العاملة الماهرة التي تلقت دروسا نظرية وأخرى تطبيقية على أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة، هو ما تعكف عليه مراكز التكوين لاستقطاب أكبر قدر من الشباب. تشهد ولاية الجلفة برمجة تخصصات جديدة في هذه الدورة التكوينية. تم التحاق أزيد من 8460 متربص جديد. طبعا الجزائر مقبلة على مشروع ضخم اللي هو السد الأخضر. ارتأينا من خلال هذا المشروع ومزامنة ومواكبة هذا التخصص اللي هو زراعة الغابات، كذلك اختصاص آخر تشهد ولاية الجلفة اللي هو تصليح وتركيب النظارات الطبية، تم برمجته في المستوى الثاني، واتبقى التسجيلات مفتوحة إلى ما بعد الدخول بالنسبة لطالبي التكوين والتكفل بطلبات التكوين لفائدة الشباب. فتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق الوطنية باليد العاملة المؤهلة القادرة على المساهمة في المشاريع الكبرى لا يكون إلا بالاستثمار في التعليم والتكوين المهني بالبلاد. ومعاهد التكوين في ولاية معسكر تضمن لشباب المنطقة تكوينا نوعيا للشباب في مختلف التخصصات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل. نوال اسماعيل فراجي ترصد لنا طموح الشباب في ولوج عالم الشغل من خلال اكتساب مهارات التكوين. عبد الرحمن هذا الشاب العشريني لم يثنيه بعد المسافة بين مقر إقامته بوهران للالتحاق بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بن دحمان العربي بسيق بمعسكر في سبيل تحقيق حلمه للتخصص في مسح الأراضي أو التوبوغرافيا، أين يتلقى دروسا نظرية وتطبيقية. التخصص يفيدك بزاف من ناحية العملية ومن ناحية الوضع ورفع النقاط، تكون دقة. بار اكزومبل هنا عندنا ان بروجي ولا يكون جاي من البيروديتيت ولا يعطيك البلون يقول لك جس دهلي في ارض الواقع، المساحة الطوبوغرافي يكون الدور تاعها هنايا في تسوية الأراضي وبناء مختلف الأشغال. راني نطمح باش ندير منشأة خاصة. تخصص مساحة الطوبوغرافي جد مطلوب على الساحة الوطنية، وهو تخصص جيد راه فيه إقبال معتبر وكبير من طرف المتربصين سواء في الإقامة أو في التمهين. فتخصصات البناء والأشغال العمومية
الفلاحة، الفندق والإطعام والسياحة على سبيل المثال للحصر تأتي في قائمة التخصصات التي تعرف استقطاب أزيد من 1000 متربص عبر مختلف مراكز ومعاهد التكوين المهنيين بمعسكر. عدد الملتحقين هذا اليوم بالقدامى بجدان 13200، كذلك تم فتح فروع منتدبة تجاوز عدده 10 في المناطق النائية التي لا توجد بها مؤسسات التكوينية، في حين نسجل إقبال كبير في بعض التخصصات، والقطاع كان أعطى أولويات الخمسة الموافقة لأولويات الوزارة متمثلة في الفلاحة، الأشغال العمومية، الرقمنة والكهرباء، وكذلك قطاعات لها علاقة بالقطاع الاقتصادي. تكفل بالشباب من خلال التكوين وبعثهم إلى خلق مؤسسات ناشئة ومؤسسات مصغرة حتى يقحمون في عالم الشغل بكل أريحية وبمكونات ومؤهلات جد مقبولة. التكوين والظفر بشهادة تأهيلية فرصة للشباب الراغب في اكتساب مهارات تمكنه من اقتحام سوق العمل بكل ثقة وتشجع لديه الفكر المقاولاتي. وتكوين الناشئة ضمن جهود الدولة، حيث تم اليوم تدشين عدة مدارس قرآنية بالعاصمة، بعض والأقسام منها خصص لفئتي التريزوميا والتوحد. سهام سارزوق. تغرس المدارس القرآنية في نفوس الأطفال المبادئ والأخلاق والقيم الاجتماعية، وتساعدهم في التطلع إلى المثل العليا. والعينة المدرسة القرآنية لمسجد الرحمن بالكاليتوس التي تستقبل قرابة 300 طالب، قسمين خصصة لأطفال التريزوميا والتوحد. وهذا البرنامج هو برنامج مكمل بالنسبة للأخصائية مع التلميذ، وبالنسبة مع الأولياء والأطفال تاعهم. عندنا قسما خاصا في المدارس القرآنية للحالات الخاصة كالتوحد وغيرهم، يعني ترزومي وهذا، يعني هؤلاء أدناها مبالغ رمزية ومبالغ يعني كأنها شيء يعني يساعد الفقراء والضعفاء، وكذلك يعني النهوض بهذه الفئة. مدرسة حمزة بن عبد المطلب بدرارية تتبع برامج تربوية وفق مناهج مدروسة للأقسام التمهيدية الابتدائية وحتى أقسام محو الأمية. الحمد لله حفظت يعني هكا 5 أحزاب، يعني حفظة حزبين ونصف. نعم أريد أن أحفظه في عمر صغير جدا. عندهم حروف، لغة، عقيدة، سيرة، يقرأوهم هذه كلهم، وعندنا تحفيظ القرآن، طبعا القرآن فقط. نبارك هذه الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتقوم بها الدولة في حد ذاتها لخدمة القرآن الكريم. سيلتحق بالمدارس القرآنية أزيد من 1,200,000 طالب وطالبة. في هذه المجموعة الكبيرة وهذا الكم الهائل، فيه من أقسام الخاصة بالذين يعانون من طيف التوحد 450 طالب وطالبة. بالنسبة للطلبة الأجانب 380 طالب من الدول المجاورة ومن الأجانب يقرؤون في مدارسنا القرآنية. المحو الأمية كقسم خاص فيه أكثر من 80,000 يعني منتسب من الرجال والنساء على مستوى وطني، الذين لهم إعاقة وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة 780 طالب وطالبة. مناهج المدارس القرآنية ستسهم في تطوير الفكر المعرفي والتربوي وفق مناهج أسسها تحضير الطفل للتعلم الجيد. في حادث أليم وبعد عملية تمشيط واسعة، تمكنت فرقة الإسعاف والإنقاذ مدعمة بفرقة الغطاسين من انتشال ضحيتين غرقا بواد جير بدائرة العبادلة بولاية بشار. تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة العبادلة مدعمة بفرق الغطاسين بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية بشار يوم الجمعة 11/10/2024 على الساعة 3:37 على إثر تلقي نداء مفاده وجود غارقين ببركة مائية بواد جير بالمنطقة المسماة سيد الحاج، حيث سخرت لهذه العملية شاحنة أول نجدة وسيارة إسعاف بطاقم إعداد كلي يتمثل فيه 16 عون بمختلف الرتب وثلاثة غطاسين من الوحدة الرئيسية لولاية بشار. وبعد عملية التمشيط والبحث تم انتشال
الضحية الأولى تبلغ من العمر 14 سنة، ثم الضحية الثانية تبلغ من العمر 26 سنة. في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها وعبر اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، تمكنت وحدات المجموعة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تختص في المتاجرة بالمخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة. تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مع حجم 107 غرام من المخدرات الصلبة كوكايين ومبلغ مالي يفوق 1 مليار سنتيم، سيارة سياحية، ثمن هواتف نقالة، ميزان إلكتروني صغير الحجم، قاطع ورقي مع توقيف 5 أشخاص. تعود حيثية القضية إلى قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسي مصطفى بتوقيف شخصين على متن سيارة سياحية على مستوى السد الثابت، أين تم ضبط 107 غرام من المخدرات الصلبة كوكايين كانت مخبأة بإحكام داخل الملابس الداخلية لأحدهم. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تمكن فريق التحقيق من توقيف باقي عناصر الشبكة، وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جناية الحيازة والنقل والمتاجرة بالمخدرات الصلبة كوكايين في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية الحيازة والتخزين والمتاجرة للمخدرات كيف معالج في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة تبييض الأموال. هذا وأطاحت المصالح العملياتية لأمن ولاية المغير خلال الأسبوع المنصرم بواحدة من أخطر الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، مكونة من 7 أشخاص مختصة في تهريب المعادن النفيسة وتسويقها بطرق غير مشروعة، حيث أسفرت العملية عن استرجاع 35 كيلوغراما من الذهب وكذا 37 كيلوغراما من الفضة ومبالغ مالية ضخمة من العملة الوطنية والصعبة قدرت بخمسة ملايير وأربعمائة وستة عشر مليون ومائتين وسبعين ألف وخمسمائة دولار، بالإضافة إلى توقيف شاحنة ذات مقصورة قادمة من إحدى الولايات الجنوبية واسترجاع 21 مركبة سياحية ونفعية ناتجة عن عائدات غير مشروعة، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المختص أو المتخصص بورغلا عن قضية التهريب بدرجة عالية من الخطورة ماسة بالاقتصاد الوطني، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، المتاجرة غير المشروعة بالمعادن النفيسة دون دمغة، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. حزبيا نظمت حركة البناء الوطني ندوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ظل الذكرى الأولى لمعركة طوفان الأقصى، حيث أكد رئيس الحركة عبد القادر بن جرينة أنه وكما كانت الثورة الجزائرية ملهمة لجميع حركات التحرر، سيصبح طوفان الأقصى ملهما لكل الأحرار للوقوف ضد الكيان الصهيوني. ما أثرت ثورة الجزائر على تحرر عديد من الشعوب الإفريقية ودول عالم العالم الثالث في أمريكا اللاتينية وغيرها، فإن المقاومة الفلسطينية بثورتها وبطوفان الأقصى تلهم كل وطني غيور على وطنه أنه متى انتهكت السيادة مستشبرا من أرض هذا الوطن أو ذلك الوطن، فإن كما ألهمت ثورة الجزائر أحرار العالم فتحرروا كذلك ثورة طوفان الأقصى. كما نظم اليوم حزب تجمع أمل الجزائر تاج ندوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وحضر الندوة ممثلي الفصائل الفلسطينية وبعض رؤساء الأحزاب. المناسبة كانت سانحة لرئيس الحزب ليؤكد على موقف الجزائر الدائم الداعم للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية في أعلى الهيئات الأممية. هي وقفة لهذا الحزب من خلال نشاطه حتى يكون منبر لكل ممثلي الفصائل وللأحزاب المتواجدة، هذا ما نمنحه لنقول بصوت واحد أن ما يحدث يجب أن يتوقف
ويجب على الترسانة الدولية أن تعيد النظر في قوانينها. النشرة مستمرة وتتابعون في الاقتصاد. مكاسب إضافية على سلم الجودة والنوعية سجلها المنتج الوطني بإسهام مؤسسات وطنية وخاصة شاركت في الصالون الدولي للفلاحة والصناعة الغذائية بقسنطينة. الآن يتجدد موعدنا مع النشرة الاقتصادية في تقديمها نور الدين رابية، أهلا بك. شكرا لك أميرة. مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية، تفاصيلها بعد هذا الجينيريك. مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية، البداية بالمنتوج الوطني الذي يحقق مكاسب إضافية على سلم الجودة والنوعية بسهم مؤسسات وطنية وخاصة استطاعت أن تفرض وجودها باستثمارات واعدة في المجال الفلاحي. منتوج فرض مكانه جودة وسعرا في الصالون الدولي للفلاحة والصناعة الغذائية بقسنطينة، يقول حسن مطلع. كشف الصالون الدولي للفلاحة والصناعة الغذائية المنظم بقسنطينة عن المستوى الذي وصلته المؤسسة العمومية والخاصة في هذا المجال من حيث الابتكار واستعمال أدوات المعرفة في ترقية هذا القطاع الاستراتيجي. نقدم للسوق الجزائري مطهرات من نوع جديد كما قلت يخضع لتكنولوجيا، هذه التكنولوجيا هنا في الجزائر، أن المنتج الجزائري 100% من المواد الأولية أيضا هنا من الجزائر. نحن نصنع المنتج ولكن احنا بمفاوضات مع اصحاب الاختراع اللي قدموا اختراع يعني تفاوضنا وصلنا انه ممكن نصنعوا الماكينات هنا في الجزائر ان شاء الله. فيلم الفقاعات من اجل التغليف، هذا المنتوج كان سابقا يستورد، حاليا رانا نصنعوه في الجزائر لهنا ورانا منتوجين ان شاء الله نحو التصدير. في الشعبة تاع التفاح اون اي بوكو دي ريزولتا الحمد لله، في الأصناف الجديدة طورنا بزاف أصناف كانت قبل نشوفها غير في الخارج، مي حاليا عندنا إنتاج وطني الحمد لله. الصالون الدولي عرف حضورا كبيرا للمواطنين الذين يكتشفوا المنتوج الفلاحي المعروض والتقنيات الجديدة في هذا المجال. جودة تتجاوز العالمية باش إن شاء الله نكتسحوا الأسواق العالمية وربي يوفقكم إن شاء الله وإن شاء الله مزيد من إنجازات. رانا نشوفوا منتوج الله يبارك حاجة بنينة لا بروف رانا شرينا منه. وبالتوازن مع هذا الصالون تم تنظيم لقاءات لتبادل التجارب والخبرات بين الفاعلين والشركاء في هذا القطاع. فلاحيا دائما، أعلنت اليوم وزارة التجارة وترقية الصادرات عن انطلاق عملية البيع المباشر لمنتوج التفاح من الفلاحين المنتجين إلى تجار التجزئة على مستوى أسواق الجملة التابعة لها، وذلك عقب إجراء مجانية الفضاءات التجارية لمنتجي التفاح الهادف إلى الحد من ارتفاع سعر هذه الفاكهة وكسر سلسلة المتداخلين فيها. وأوضحت الوزارة أن المنتوج عرض على سبيل المثال بسوق الجملة للخضر والفواكه التابع لشركة ماغرو بتيبازا بين 80 و220 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد بحسب النوعية. وأكدت الوزارة أن العملية تأتي تنفيذا لمخرجات الاجتماع المشترك بينها وبين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من ارتفاع أسعار هذه الفاكهة. على الصعيد الدولي، كشف اليوم وزير المالية الصيني أن بلاده ستتخذ حزمة من السياسات المالية الإضافية المستهدفة على المدى القريب لتعزيز اقتصادها، موضحا أن الحزمة تتضمن رفع سقف الديون على نطاق واسع نسبيا بالدفعة الواحدة لاستبدال الديون الخفية القائمة على الحكومات المحلية ومساعدتها في التعامل مع مخاطر الديون. وأضاف أن التعديلات لا تشمل فقط السياسات التي تخضع بالفعل لإجراءات صنع القرار ذات الصلة، بل أيضا الأدوات الأخرى قيد النظر مثل إصدار الديون وزيادة العجز. في إشارة إلى أن الصين ستنفذ مجموعة من السياسات المالية تشمل إصدار سندات حكومية محلية ذات أغراض خاصة لدعم البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة يقول لتجديد رأس مال الأساسي.
أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على إجراءات من شأنها خفض اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا. وحسب البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، ستدخل هذه التغييرات الجديدة حيز التنفيذ مطلع نوفمبر المقبل. وقالت كريستالينا جورجيفيا المديرة العامة للصندوق إن هذه الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة تقدر ب 36%، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار سنويا. كما توقعت مديرة الصندوق أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13. وتأتي هذه التغييرات الجديدة بعد أن قرر الصندوق هذا العام مراجعة سياساته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات كيلي غوتربونغ أن الشركة تعتزم تسريح 17 ألف موظف أو ما يعادل 10% من قوتها العاملة عالميا، وتأجيل تسليم أول طائراتها من طراز 777 إكس لمدة عام. وأضاف أوتربرغ أن بوينغ تتوقع خسائر جديدة كبيرة في أنشطة الصناعات الدفاعية التابعة لها وسط إضراب استمر شهرا أثر سلبا على مالية الشركة. وفي رسالة إلى الموظفين، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أنه يتعين على بوينغ إعادة ضبط مستويات قوتها العاملة لتتوافق مع واقعنا المالي بعد أن أدى إضراب نحو 30 ألف عامل بمنطقة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى توقف إنتاج طائرات 737 ماكس و 767 و 777. إلى مؤشرات أسواق النفط العالمية، حيث عرفت انخفاضا بعد يوم من التداولات المتقلبة متأثرة بزيادة المخاوف من إضراب في الإمداد من منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط إلى الطرح المحتمل لتحفيز اقتصاد جديد في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في تداولات اليوم ب 0.81%، وسجلت 78 دولارا و76 سنتا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 75 دولارا و49 سنتا للبرميل. حافظت أسعار الذهب عالميا على مكاسبها بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وبعد صدور بيانات اقتصادية هامة والتي من شأنها توضيح المسار المستقبلي للسياسة النقدية للفيدرالية الأمريكي. هذا وحققت أسعار العقود الآجلة للذهب زيادة ب 1.32% لتحقق الأوقية 2674 دولار. كما ارتفعت الأوقية في العقود الفورية ب 1.04% وسجلت 2657 دولار. ختام أخبار الاقتصاد بعرض لأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل دينار الجزائري. نهاية هذه النشرة الاقتصادية، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الخامسة متواصلة. وفي الشأن الدولي، أعربت الجزائر بمعية الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء الهجمات العنيفة التي تتعرض لها عديد المواقع.
المواقع التابعة لقوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل بلبنان، والتي أصيب فيها العديد من أفرادها، ودعوا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 القاضي باحترام القانون الدولي الإنساني والوقف الفوري لإطلاق النار، حتى يتسنى لقوات اليونيفيل القيام بالمهام المنوطة بها في حفظ السلم في المنطقة. في تطورات العدوان الصهيوني على لبنان، غارات جوية صهيونية تستهدف العديد من المباني السكنية في بلدات الجنوب اللبناني، استشهد على إثرها 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح في غارة جوية استهدفت بلدة البسارية بقضاء صيدا، كما ارتقى 4 شهداء جراء الغارات الصهيونية على بادية بعلبك والهرمل. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد نحو 60 شخصا وإصابة 168 خلال 24 ساعة الماضية. من جانبها أطلقت المقاومة أمس 10 صواريخ التي سقطت داخل نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أطلقت 2 سيارتين سقطتا وسط تل أبيب. يحدث هذا في وقت دعا فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار فوري لوقف العدوان الصهيوني على لبنان. وبالأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 42,175 شهيدا، وأكثر من 98,000 مصاب، أغلبهم من الأطفال والنساء. هذا وارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن ارتقاء 49 شهيدا، وهذا خلال الساعات 24 الماضية. نظم المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ندوة بعنوان ثروات الصحراء الغربية، بؤرة الصراع في المنطقة والمقاربات القانونية لاحتوائه، حيث شارك فيها العديد من الأساتذة والباحثين والمختصين في شأن الصحراوي. وعلى هامش الندوة قال محمد ولد السالك وزير مستشار لدى الرئيس الصحراوي أن محكمة العدل الأوروبية نسفت جميع أكاذيب المحتل المغربي للعالم، أن الشعب الصحراوي له كامل الحق في تقرير المصير. حققت الجمهورية الصحراوية والقضية الصحراوية انتصار عظيم هذه الأيام من خلال حكم المحكمة، محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء وإبطال جميع الاتفاقيات التي وقعها ظلما الاتحاد الأوروبي مع المحتل المغربي، وأكدت المحكمة الأوروبية على مسائل جوهرية، منها أولا أن المغرب والجمهورية الصحراوية والصحراء الغربية بلدان منفصلان متميزان، والمغرب تواجد المغرب في تراب الصحراوي هو تواجد احتلال، المغرب دولة احتلال. ثانيا أكدت المحكمة على أن الشعب الصحراوي له الحق في تقرير المصير، وأكدت على أن الجبهة ممثلة شرعي بإمكانها ولها الأهلية في المرافعة والدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي السياسية والاقتصادية. في ذكرى 49 للوحدة الوطنية، محطة فارقة في مسار القضية العادلة وكفاح الشعب الصحراوي الذي برهن على تمسكه وقوته في وجه مؤامرات النظام المخزني وتمسكه بحقه في الحرية والاستقلال تحت راية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، جبهة البوليساريو. عمار تواجين. وحدة وقوة صمود الشعب الصحراوي تعد مكسبا حقيقيا في مسيرة نضاله، والذي تجسد في وحدته الوطنية المجابهة لدسائس نظام المخزن المغربي في ثنيه عن مطالبته بالحرية والاستقلال. وقوي الجبهة وعينها وتحيا الجبهة على رأسها إبراهيم خالي، والصحراويين مضامنين وجسم واحد واليد في اليد
والمقاتلين احنا على نهجنا ابطال المقاتلين جيش التحرير الشعب الصحراوي. احنا الشعب الصحراوي ايد واحده وجسم واحد، واي صحراوي تضرر من اي مكروه في اي دوله وفي اي بلد احنا الصحراويين من وراه في ايد واحده وجسم واحد وروح واحد. هذا المكسب التاريخي كان صخرة صلبة تحطمت عندها كل رهانات نظام المخزن المغربي وأطماعه التوسعية. الشعب الصحراوي هذا الشعب العظيم اللي نعت وحدته، نعت صموده، ونعت نوع من أشكال المقاومة والتحدي والصمود. نحن جسم واحد وجسد واحد ومتضامنين معاهم، ونحن ما له ينضر منا حد، سياني في الداخل وسياني في العيون وسياني في أي بلد ما جيناه، نحن جسم واحد وجسد واحد. لأننا نعتد للمجتمع أن نحن الجسم الصحراوي أينما تواجدنا، سواء في جاليات موريتان، سواء في أوروبا، سواء في أي بلاصة من تواجد هذا الجسم الصحراوي عنه من يتطلب عنه يجي. لتحلى ذكرى الوحدة الوطنية الصحراوية في ظل مكاسب متعددة حققتها القضية الصحراوية تحت رائدة كفاح الشعب الصحراوي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. وتحتضن مدينة بيلباو بإسبانيا فعاليات منتدى الشباب الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي تحت شعار الشباب يبني جسورا من أجل صحراء غربية حرة، محطة أخرى لرفع صوت الشباب الصحراوي وتسليط الضوء على القضية الصحراوية عبر الشباب المشارك من مختلف دول العالم المساندة والمتضامنة مع هذه القضية. مبعوثة التلفزيون إلى إسبانيا فوزية تاج. منتدى الشباب الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي في طبعته الثالثة اختار مدينة بيلباو بإسبانيا لتجتمع منظمات دولية وهيئات وأحزاب سياسية من 30 دولة مساندة للقضية الصحراوية في ظل ما تعرفه القضية من تطورات على الساحة الدولية. التزام الشعب الباسكي مع الشعب الصحراوي يمتد لسنوات عديدة ويركز على حقوق الإنسان. نحن نسعى إلى إيجاد حلول سلمية، وهذا ما أظهره الشعب الصحراوي في محاولته لاستعادة وطنه وأرضه وشعبه بالعدالة. موقفنا مع الشعب الصحراوي واضح وثابت ضد انتهاكات حقوق الإنسان. نحن كشعب عاش معاناة الدكتاتورية نبحث عن السلم والسلام وتحقيق العدالة. لقد استطعنا بالتنسيق والتعاون أن نزور مخيمات اللاجئين الصحراويين حيث وقفنا على واقع وعدالة القضية الصحراوية. حضورنا ضروري في هذا الملتقى لأنه يعكس تمسكنا بعدالة القضية الصحراوية ولمد جسور التواصل والتعاون بين شباب الباسك والشباب الصحراوي الذي يناضل من أجل عدالة قضيته. تحت شعار شباب يبني جسورا من أجل صحراء حرة ستناقش محاور مهمة في المنتدى، منها النزاع في الصحراء الغربية، حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، والانتهاكات الجسيمة التي يمارسها المحتل، ومحور حول استنزاف المحتل لثروات الشعب الصحراوي. هدفنا الرئيسي منه هو رسم يعني شبكة يعني عنكبوتية لتضامن مع الشباب الصحراوي، لأنه مع القضية الصحراوية، لأن هذا تضامن ليأتي من الشباب العالمي هو ركيزة أساسية في المجتمعات وبناء على أن نضمن يعني حركة تضامنية من جميع أنحاء العالم، وهذا واحد من الأهداف الرئيسية. اثنين، الهدف الثاني هو على أنه يعني تعرية يعني المملكة المغربية بأنها على أن الشعب الصحراوي على حق، وعلى حق من خلال يعني دراساته في خلال القانون الدولي وكذلك ملي نهب ثرواته الطبيعية. يأتي منتدى الشباب العالمي للتضامن مع قضية الشعب الصحراوي هنا ببيلباو تزامنا واليوم الوطني لوحدة الشعب الصحراوي، وكذلك قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت مرة أخرى بطلان اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال المغربي حول المنتجات الزراعية والصيد البحري، لتؤكد أن السيادة على الثروات هي ملك للشعب الصحراوي فقط. مبعوثة التلفزيون الجزائري إلى بيلباو إسبانيا فوزية تاج. وفي المغرب يواصل نظام المخزن في سياسة المماطلة في الاستجابة للمطالب الشعبية، جانب من وجه قبيح لنظام فاسد يعتمد السموم والمخدرات موردا أساسيا في اقتصاده المتهالك. مليكة سحقي.
وبينما تتباهى الأمم بإنجازات عظيمة يخلدها التاريخ تخدم البشرية جمعاء، يطل المخزن المغربي بما يغرق العالم في غياهب التيه بالمخدرات، مفتخراً متباهياً بما تخجل به الدول، بل ويعزز إنتاجه للقنب الهندي بالرفع من مساحة الأراضي بزيادة تصل إلى 9 أضعاف. تقوم مفاهيم الاقتصاد القوي لأي دولة في العالم على أسس ودراسات علمية دقيقة وممنهجة، لكن منطق نظام المخزن يخالف الأعراف وحتى قوانين الطبيعة، ويطبع لنفسه أسساً جديدة لاقتصاد لخصه في الحشيش والمخدرات. فعائدات التصدير الناتجة عن سوق القنب الهندي ستتراوح بين 4.2 و 6.3 مليار دولار بحلول عام 2028، حسب دراسات أوروبية أجريت خصيصاً حول اقتصاد المخدرات وشبكات الفساد في المغرب. فيما قدرت دراسة أجرتها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة أن الإنتاج السنوي للمغرب من الحشيش يفوق 700 طن، أي ما يعادل قيمة 23 مليار دولار. شكل المغرب لسنوات عديدة مصدر إزعاج كبير وتهديد عالمي لاستباحة العديد من دول العالم كوجهة لمخدراته يمرر عبرها سمومه التي تفتك بعقول الشباب وصحتهم، كما تعصف باستقرار المناطق المستهدفة والتي تصبح بؤراً للجريمة المنظمة والإرهاب. الشبكة العنكبوتية من رجال المخزن بين مسؤولين من الصف الأول وشخصيات سياسية وأمنية كبيرة، فضلاً عن رجال المال والأعمال، هم عرّابو تجارة الحشيش في المغرب، حقائق فضحتها تقارير إعلامية فيما يعرف بإسكوبار الصحراء، الفضيحة التي وثقت ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان المخدرات أكدت أيضاً أن المخزن فتح الملف بعد أن كشفت الصحافة الدولية حيثيات هذه الفضيحة العابرة للقارات، خاصة أمام وجود مذكرات توقيف دولية. يستخدم المخزن المال الناتج عن تجارة المخدرات في رشوة مؤسسات وسياسيين في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لدعم الموقف المغربي من الصحراء الغربية ودعم أجندة المغرب في علاقاته الدولية، وتعتبر أرباح الحشيش والمخدرات واحدة من الصناديق السوداء التي تخدم سياسات الدولة المغربية في الصحراء الغربية، وكذلك في نزاعاتها الإقليمية وحساباتها السياسية الدولية. وهكذا عرف المخزن ببلاده ووضعها في خانة المساومات والبلدان المبتذلة، وبذلك قدم المخزن نفسه في أقبح صور المرتزقة والمافيا في العالم. إلى أخبار الرياضة، تنقل ظهيرة اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم إلى العاصمة التوغولية لومي تحسباً لمواجهة العودة أمام منتخب توغو في إطار الجولة الرابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025. المنتخب الوطني تنقل عبر طائرة خاصة، ومن المنتظر وصوله في حدود الساعة 6 مساء، حيث غاب عن تنقل الخضر في آخر لحظة اللاعب محمد فارسي بعد معاناته من إصابة، ليلتحق بالغائب الآخر جوان حجام. ونختم بنسيم تيدكيلت، هكذا يحبذ الحرفي عبد القادر عثماني تسميته. فنان أبدع في نحت تحف فنية ومجسمات من مخلفات النخيل، كونها مواد متوفرة وبكثرة وغير مكلفة، إضافة إلى كونها أيكولوجية يسعى من خلالها إلى إبراز عادات وتقاليد ولاية إن صالح. أحمد بن مسعود. بين الماضي والحاضر ألف حكاية وحكاية ترويها زوايا هذا البيت العتيق الذي يفوح بعبق الأصالة والتاريخ. هنا يمتهن الحرفي عم عبد القادر عثماني وبكل مهارة وإبداع بتحويل بقايا النخيل والمتمثلة في الكرناف إلى تحف فنية في غاية الروعة والجمال. نخل وصلنا لك هذه النساء، كل امرأة يجي تعرس لازم تدي صندوق مال نخدمهم. بديت بالطريقة هذه، من بعد في 83 بديت ننشط في النجارة، علمت خوتي وبديت نتعلم هكا. يلا دروك راني هاد وصلنا لي راني نخدم، يعني مازال نعلم خوتي علمتهم وراني نعلم. جاتني الفكرة هذه نتاع الناخد، شربتها لقيتها تخدم بها على الطبع نتاع الجلود
نشوف الجلد والنخله تقريبا راح يبيع. واللي يخدم هذه النخله هذه قال لك النخله بلاد البلاد ما تخلاش، راني ماشي فيها، خدمت بها اسم الله، خدمت بها التواريخ كل. بروحه المفعمة بحب الوطن، هكذا جسد الحرفي العديد من المعارك التي مرت بها الجزائر في مجسمات تحاكي الواقع من أجل التعريف بها كي تبقى بصمة للأجيال القادمة. الفكرة هذه نتاع الدرغامش درت فيها المكحلة، درت فيها الرمح، درت فيها أي حاجة، الحجرة زدت الحجرة، درت الدم في الراية هذيك، الرمح، كل حاجة درت. هذه قلت لك 8 ماي 45 احداث اللي الناس مات 45 الف رمش عين على الرايه الوطنيه. انا ناكد على الرايه الوطنيه باش نوريها للاولاد. إذن هي قيمة فنية وسياحية تلازم هذه الحرفة، خصوصا مع توفر المادة الأولية، ومن أجل تطويرها وإنقاذها من الزوال يسعى الحرفي لتعليم الشباب أبجديات هذه الحرفة. بهذا نصل إلى ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. تخصصات مستحدثة وتكوين نوعي يستقطب الشباب بولايتي معسكر والجلفة، تماشيا وسوق العمل والتحولات الرقمية المحققة، والقطب الجامعي الجديد بسوقهراس طفرة نوعية تضمنها الهياكل والتخصصات الجديدة. في الذاكرة 49 للوحدة الوطنية، القضية الصحراوية تكسب المزيد من الدعم والمساندة على الساحة الدولية. وفي منتدى الشباب الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي بإسبانيا، مرافعات من أجل نصرة القضية العادلة. وبالمغرب وضع اجتماعي يزداد تأزما في ظل فساد وتغول النظام المخزني القائم اقتصاده على ريع المخدرات. مئات الشهداء والمصابين في مجازر صهيونية وحشية بقطاع غزة، والاحتلال الصهيوني يصعد من وتيرة عدوانه على لبنان باستهداف بيروت وقرى وبلدات الجنوب. بهذا نصل إلى طي أوراق النشرة، السلام عليكم.